أنا ما أدري أتبع يعني إحنا جينا ناس كثيرين أصلاً نفسي وأنا عاد الشباب دي اقتنعنا إنه نحنا يعني أصلاً ما كان طموحنا قروش لكن اقتنعنا إنه العمل الآن نحنا شغالين فيه ده ما بيخدم الدولة بشيء صح نحنا شغالين في الجيش لكن في داخل الجيش نحن شغالين في عمل ممكن بكاء بيكون ضد مصلحة السودان يلا أي زول من تلغاء نفسه بيقرر إنه أنا أطلع من الجيش يلا تطلع كيف دي المهم ناس يعني تصول وتجول وصلت لأنه في ناس لقوا طريقة إنك تدفع قروش وتتلجل وتمرق من العسكري في ناس شغالين سمسرة فيها المهم بالطريقة دي نحنا وصلنا يعني مثلا انت تحركت من جوبا بدوك رقم زول هنا بتتصل به بلاقيك في السوق العربي الزول ده تتفق معه يا اخي انا داير اخلي العسكرية داير اتلجن بيقول لك امشي جيب لي خطاب تحديث صلاحية انت بترجع هناك محلاسي انت داير تمرق من النازل لانه ما بخلوك بيقول يا اخي انه انت اصلا شغال في العسكرية دي انت بتشتغل الى حين ان تموت ما في حاجة اسمه نزول يعني انت قريب ده سمعت لك عسكري نزلوا له وفاء المدة انه العقد بتاعه انتهى عقدك يكون تجديده اجباري بعد ذاك انا من الاشياء اللي خلتني انا قررتها انزل في بعض الاحيان نحن مشينا على اساس انه نكرد المواطنين يشركوا في السمك بشبكه فنحن اعترضنا وقلنا اخي المواطنين ديل بيمسكوا في السمك في الحفائر احنا ما عندنا معهم شغله ديل ناس السمك ده ما حق زول مربيه واصلا الناس ديل حفروا الحفائر دي بنوا بارد 100 عملوا بارد 100 والمطر جاء والحفائر اتملت وعمل السمك والمواطنين ديل يجوا يشركوا السمك الناس ديل دايرين ان نطرد المواطنين ديل عشان هم مثلا بشباكهم هم يشيلوا السمك ده ودونا للناس ديل يعني احنا جشالنا واحد بتاع شرطة وودانا محل الحفاير لقينا العربية ماشي بينا وين ما وروكم قلنا لا ما وروكم قال لنا احنا ماشيين في مواطنين يمسكوا في السمك نكش الناس دي ملاها شيخنا اما نزلنا هنا واما رجعنا محل شلتنا ان احنا الناس ديل ما حنطردهم لانه السمك ده ما حقكم والناس ديل مساكين ومكانهم ده ما فيه سكان ذات فرجعنا الشيء الثاني في نسوان فارشات عصيدة وشاي في قعر الشجر على قارعة الطريق ردمية طبعا انت بتعرف البترول كله ردميات ما فيه ظل الناس الماشيين بالردمية دي بيجوا بياكلوا من النسوان ديل الناس ديل قالوا تمشي تكشوا النسوان ديل تكسروا الرواكب دي نحن أبينا ننزل من العربات كنا نحن أنا كلامي اللي بقول لك فيه ده من 2011 هجلي تكسروا الرواكب دي نحن قلنا ما بنكسر الرواكب دي نحن نازل نكسر رواكبهم عملوا شنو قالوا نازل فرشين في المحل المهم بعد ما رفضنا ما نكسر الرواكب مشوا اتفقوا مع النسوان الغلابة ديل انه النسوان ديل يدفع عن قروش يوميا بيجي عسكري القرارات دي اصلا بتجي من ضباط بالجيش ليه يعني ما قبل ان قلنا قصه انت ما حضرتها يعني الاسباب اللي ادت الى انه شنو كان حصل تمرد في غرب كردفان يعني من ضمن افرازات الكلام دي وادى لانه نحن شخصيا بدل ما انه نحن نساعد في فعل ما بيصب لمصلحه البلد نخلي الشغل يلا الناس دي وصلوا مع النسوان الفرشات دي انكم مثلا يوميا تدفع 5 جنيه مثلا في زمان ذاك 2011 او بداية 2012 يوميا سمع المعتمد بتاع كيلك جاء الضابط بتاع الجيش الخطة قروش بيشولوها مثلا يوميا من النسوان الفرشات عصيطة وكثرة دي هو ذاته يوقف الراجل ده من الشغلة دي وحول للناس ديل يطلعوا رخصة انه يزاولوا نشاطهم ده يعني ده كان قبل بيشيل 5 جنيه لا ده تطلع رخصة للسنة كلها تدفع كل القروش حقت السنة دي مقدما وتطلع رخصة منه وتفرش في قعر الشجر ده عصيدة يعني شنو دي ممارسات كانت ما مقبولة
من الجيش ولا من المعتمد، هم كلهم يعني الطبقه الفوق دي. انا قلت لك الجيش ده من رايد وفوق عندنا في وجهه نظر كلهم، ما هم الناس دي جايبينهم الناس دي بالتربيه بتاعتهم. واصلا كان المحاضرات اللي بيقولها لهم غسيل مخ، هم بيجيبوهم انه بيشتغلوا بالشغله بتاعتهم دي ويشتغلوا لصالح نفسهم. ده واحد. اثنين، يعني عندك الظاهره بتاعت التعدي على الممتلكات بتاعت الشركات زي الكيبل بتاع النحاس. يعني تلقى المقدم او بتاع الامن او بتاع الشرطه دائما هم بيشتغلوا في شكل جروب. يعني مثلا قائد الوحده الكبيره الفرقه وقائد الجهاز مدير الجهاز وبتاع الشرطه، الجروب ده هم بيساعدوا في جمع اكبر كميه من النحاس، يجمعوها في كونتينات يرفعوها في جرارات يجيبوها يبيعوها في السوق هنا. يلا النحاس اللي بيبيعوه، انا دار افهمك النحاس ده كان شنو. النحاس ده كان بكرات كبيره جدا جدا جايبينها من هناك بمواصفات عالميه جيده جدا لشغل البترول. الناس دي مثلا بيرفعوا بكره كامله في العربيه بودوها الخلا بيحرقوها. الناس اللي حرقوا ديل العساكر الصغار ديل بدوهم اتعاب يعني زي اليوميه دي حاجه بسيطه. والناس دي بيحرقوا في النحاس يوميا يعني سنين سنين. يعني في ناس الواحد من يبدا العماره بتاعته من الساس والعامل بالتلفون مواصل انه يضربها وهي اللون الكده الشبابيك كله من النحاس من الاسمنتي. من في ناس يبيعوا البراميل بتاعت الكيميكال اللي هي بتسبب في السرطان يرفعوها في عربات يبيعوها والناس ما جايبه خالص. يعني تيجي من هجليج هنا في هجليج البراميل بتاعت الكيميكال اللي فيها المواد المسرطنه المفروض تتحفر لها حفر وتتباد وبعد يحرقوها يدفنوها وكنت تحط فيها حراسات ما في زول يحفر الجاربش ده. الناس دي بيرفعوا السجان قبل كده قبل فوق ماشي. الناس دي بيرفعوا البراميل السجان انا بيرفعوا الفاضي بتاع الفناطيس الكبيره بتاع المواد المسرطنه دي يجيبوه بعول الاهالي المساكين اللي ما عارفين حاجه. يعني البنكة الفنطاس الكبير ده ممكن ب 700 جنيه البرميل ب 100 جنيه ب 200. فالناس دي شغاله لمصلحه نفسها. يعني مثلا انت معاك عربات تابعه لوحدتك، العربات دي كلها بتركب الشارع استثمار. العساكر دي مثلا لو عايزين حطب يطلعوهم صايمين رمضان بكتفهم ويمشوا الغابه ويكسروا الحطب ويشيلوه ويقنوا ويرتاحوا ويمشوا ولا من يوصلوا الحطب ده. بيجوا هنا ميز ما في اصلا ميز ما في. العساكر ديل يضطروا يعني يعملوا خصومات 40 جنيه من الشخص 50 جنيه في زمننا ذاك ويمشي يجيبوا بها تعيينات. التعيينات عاده بتكون ذره مسوس قديم وكمان في طبعا احنا في الجيش مني اشتغلنا وانا مرقنا قاعدين ناكل ذره مسوس فيه عده بويك قديم ما اكلنا اي حاجه غير ديل نهائيا. في الجنوب ولحد هنا انا كنت قعدت في النظم دي في اللي هو اسمه حسن مكي لو سمعت ابوه ده العمارة البناء في النظم دي. المهندس انا شخصيا اتونست معاه قال انه العمارة دي حسن مكي ده بنفس المواد قاسمة باني عمارة في بيته وعمارة في نظم المعلومات دي. انا طلعت دورة في النظم دي نظم المعلومات دي. يا سانا الزمن طال علي يعني ممكن بهنا لانه شنو الفترة كان طالت شوية النظم دي بهنا. يلا الفساد ده من جوا هنا ولا حتى تمشي برا. يلا انت داير انا اوريك العساكر اللي فيهم خير لما وقعت اتفاقيه السلام نزلوا 25,000 حسب نص الاتفاقيه. الجنوب ما نزل ولا عسكري. الناس دي نزلوا احسن عساكر مؤهلين. يعني احنا على مستوى منطقه المجلد وغرب النوير العسكريه في الكشف الرتبه الثانيه خليها مساعد رغيبول وكيف الدير واصغر منه رغيب بس ثلاثه شريط انه ده مخ الشغل 900 رغيب. دي في اتفاقيه نفاش 25,000 14,500 ضابط في نص الاتفاقيه دي للناس اللي نزلت. شوف ده؟ يلا تعال بعد ذاك للجان الطبيه، اللجان الطبيه دي انه اي زول قلبه طمه من الناس دي اللي تسرت فات. الفضلوا ديل ناس منبطحين يعني بخاف. يعني اصلا ما يقدر ينقض الخطا. يعني ناس مساكين المهم حسب تربيتهم محترمين انا ما بعرفه. لكن ما بيتكلموا في اي شيء، يعني اذا قال لهم يا اخي دق راسك بدون اكسر ودقوا بكسر. بالنسبه للضباط يعني مثلا هسه زي المخابرات. المخابرات دي كلهم يعني مثلا هم قول تابعين للواء او كتيبه او اي حاجه. كلهم اسمهم مصادر.
يعني اصلا في زول واحد هو جاي من الخرطوم من المركزيه هنا تبع الجهاز ولا تبع نافع ولا تبع الزول اللي بيجيبه يحطه في المكان ده، كل الناس بيض ضابط والعساكر شغالين معه استخبارات ديل اسمهم مصادر، يعني هم اصلا ما عارفين نفسهم، بيقولوا نحن استخبارات وساقين المواتر وفرحانين، لكن هو اصلا في التقارير اللي ترفع هو ما بيرفعوه رقم انه المعلومه دي جابها مثلا الرقم 55 الرقم 40 بتاع، هم بيقولوا افادت مصادرنا. الخيل تقلب مش تجلب، احنا بلغتنا تقلب. والشكر لحماد، حماد ده سيد الجواد اللي اصلا مرتاح قاعد، يعني الشكر للزول اللي جابوه من الخرطوم هنا من المركزيه ده يعتمد عليه ما بقدر، يعني اذا قام قال انت طابور خامس خلاص انت طابور خامس. نحن شفنا بنفسنا ناس الجهاز بيطبخوا الخرفان وبياكلوهن، ونحن لما بعدين بنسيب خدمه فيهم هم نايمين، ونحن عدس ما عندنا، لما نحن نفتش ونجيب ماريق ونعمل كوجو بتاع بالراحة بنمشي، الضباط بتاعيننا مساكين ملازم ملازمة والدين بنصحيهم بالراحة بلغتنا ونقول لها سيادتك الجمل برك، يعني عشان ما نقول للضابط بتاعنا دي قدام الناس أروح أكل معانا نقول له الجمل برك، الجمل برك يعني معناته الناس دايرة تاكل، ضباطنا قاعد يجوا ياكلوا معانا، وفهمناهم انهم هم جديدين في الخدمة وأي حاجة وبتاع، والقصة دي ماشية في منعطف خطير، وفي أي مكان نحن لما نشوم البرنامج ما حبابه بنعرف الحاصل، يعني نازل قاعد نوريهم إنه إذا حصل حاجة مثلا عشان أنتم ما تتورطوا يا أخي أنتم اسكتوا، نحن بنشيل وش القباح ما نصنع عسكري ما يعملوا لي أي حاجة. قيادات المركز كانت ماسكة زمام الأمور دي أبرزها منه مثلا يعني في زماننا ذاك. يلا أنا أحكي لك نقطة مهمة جدا، يلا مثلا إحنا معانا في زمن الصيف الحاسم انه طلبة القيادة في الخرطوم هنا يجهزوا كتيبة 500 نفر عساكر يجهزوهم ومعاهم 25 ضابط لعمليات الصيف القادم في كادوغري، الناس دي جهزوا 500 ديل بقيادة مقدم اسمه عبد الرحمن اللمين ابراهيم، المقدم ده مما جانا له سنتين، نحن يعني في حدود مع الجنوب، الجنوبيين دي نحن وهم يعني كنا نلعب كورة سوا من خمس السيارة سوا جيران، الناس دي حصل تصعيد، يعني الناس دي يجهزوا في عادات حربي ونحن ما في زول بيقول لنا ما تلعبوا كورة ولا تعالوا ابقوا جاهزين ولا بتاع، وعمك ده شكينا في عمره بيقرا الجرايد 12 جريدة وبتاع وقاعد نايم في بيته رابط دايزك طبق بدايزك طبقين مع بعض ويشاهد، ما عنده اي شغلة انه الحاصل كان شنو في اي مكان، فالراجل ده جات الإشارة انه هو ومعه رايد اسمه الحاج ميسو، أصلي ربنا يديه العافية قطعوا له كرة من هنا، حاج ميسو ده من الجبال النوبة، ده نمرة اثنين له الباقي ضباط صغار. الراجل ده لما جاء وروه إنه يا أخي جات إشارة بالكود وعينوا ال 500 وأنت فيهم، جا طلع عنهم من المكتب وتكلم تليفون الخرطوم ساعتين المكيف شغال وعرقان. أمشي وأجي أمشي وأجي لسه ما يطلع، بعد طلع طوالي أمر إنه يطلعوا رنيك وامر تحرك، هو عيان ماشي الخرطوم. القائد اسمه يحيى النظيف عميد، كان جا الخرطوم هنا ورجع، ولما جاب الطياره نزل المقدم ده طوالي اول ما العربيه اللي ماشي تجيب العميد ده من المطار وصلت العميد، هو بنفس العربيه وبدون تعليمات العميد ده ركب الطياره وفات الخرطوم، جا الخرطوم هنا صدرت التعليمات للعميد ده يمشي في مكان المقدم ده في العمليات بتاعت الصيف القادم، المقدم ده فات، المهم الحارس بتاعه انا ما لقيته، لكن لما جاء في اغواله بقول بعد ما المكان اللي هم شالوه سقط العميد ده انضرب وهو رفعه وبقالوه تقيل ما يقدر يشيله، العميد ده وصاه وقال له يا اخي تمشي لزوجتي شخصيا تقول لها واحد اثنين ثلاثه الوصيله، لما جاء قال الكلام ده قال له تمشي توديها الوصيله، ونفس المقدم ده الكان ودى العميد ده هو رئاسة اللواء وبقى قائد اللواء، بعد خلاص الحرب قربت جاب له عميد اسمه عادل الطيب الامين، عادل ده لو بتتذكر معنا صلاح قوش رفضوا معنا صلاح قوش، عادل ده ما عنده علاقه بالسياسه، نحن بنعرفه من كان مقدم يعني 98 99، الراجل ده جابوه والمقدم ده بقى بتاع العمليات، فنحن بنكون مرافقين له على الارض ماشيين، فما في اي توجيه، والى ان انه الناس في القياده يتفاجئوا الذخيره بتاعت الرباعي بتضرب من مطار
شركة النيل الكبرى تضرب في الرياض. فقام شنو؟ أنا كنت قريب منه، فكان بيتصرف كيف؟ كان ما بيقرأ، بتجيب إيس بيكلم بتاع الطيارة مثلاً عشان بتاع الطيارة يضرب في الأهداف. يعني الراجل ده هو ما بيعرف بيقرأ غلط متعمد، أنا ما بعرف. الطيارة لما بتجي كانت بتضرب في ناسنا، يعني إحنا ناسنا القوة كانت بسيطة، ومن هناك مثلا بيجوا متأخرين بسبب الضغط، مثلا انت 60 نفر مهجوم بستة كتائب، هو يقوم بيقف كده. لما خلاص شاف دبابة العدو مثلا اقتربت والغبار بتاعها جا، بيركب وبيدخل عربيته، وطوالي العربات الثانية بتجري وراه الناس المعودة. ولحد ما القاعد في القيادة ده اتفاجأ بانه العدو دخل القيادة، جو عملوا حفلة، انت بتتذكر قدام الصلاح الطبي، وقالوا الشعب السوداني مرق وانتفض، وعملوا والكذب اللي عملوه ده، ورسلنا 20,000، كان ما في ولا 2000 فرد، كله كذب. الحاجات اللي لموها المواطنين يعني دعم الجريح، زاد المجاهد، ما عارف كسرة بتاع دي، ما في حاجة فاتت هناك. قالوا الناس اللي قاعدين في جديد والسبب في سقوط ذيل ما يرجعوا مع الناس. الناس دي قالوا لا، عادل ده قال يا جماعة الزول الدائر وتقول هو بنفسه ركب العربية المخصوصة وطلع، والناس طلعت من وراه، وإلى أن الناس دخلت هجلي بقينا بكرة جوناس محمد نافع وعبد المعروف وعملوا الحفلة، ونحن قعدونا تحت الشجر هناك، يعني أصلا حتى الصورة ما جابتنا. أيوة احتفلوا إنه هم رجعوه. يلا أنا نسيتك نقطة مهمة جدا، رجع من في الحقائق، رجع عادل الطيب الأمين الجبيل تسببوا في تحته سقطوه عشان ينزلوا ده. عادل ده لما خمونا صلاح قوش شارك معاهم، مش شارك عشان هو داير حكومة. عادل ده أصلا بيعرفنا نحن مين، كنا جنود إنه بنشتغل كيف. ولما عديل حصل الفشل الراجل ده زعله، يعني حتى لما جانا ناس الجهاز ده الجامع بيصلوا جنب الجامع زي الخيمة دي، قالهم قوات خاصة وأخوان مسلمين وبتاع، الله أكبر جنبنا، ونحن الناس التانين دل بنصلي في الميكروفون في الجامع، نحن برانا، يعني إن إسلامنا برانا والناس دي جوانا براهم. يلا بدوا يجلدوا فينا، يعني مثلا أنت عندك أخوه فقدته، انضرب بتاع تعليمات انك ما تمرق، مشيت عشان تفتشه، يقول انت طابور خامس يجلدوك، وتسمع صوت اخوك يعيط هناك في ناس الامن بيجلدوك، وامن قاعدين داخل الجيش وهم ذاته مع عساكر. ودي برضو ممارسات كانت سيئة ضدنا، ما بتقدر تقول اي ضد الجيش، ضد الجيش القوات المسلحة. يلا حتى على مستوى الضباط، يعني كان مثلا نحن بنجي بنشكل ملزمات او بنشكل التعاون ده بنشيله من ماهيتنا وبنبيع تعييناتنا وبنأسس عليه، مثلا عملناه رأس مال 60 مليون، لما نجي نجرده بنلقى انه يا اخي الضابط فلان مشى اهله مدين 3 مليون، والضابط فلان 5 مليون، والميز اكله خروفين، بيكون التعاون ده بقى فاضي. وما الزمالة حقنا نحن بنجيبه، وبنجيب لجنة ضباط الصف، بنلقاه الضابط المالي دينه لغاية اللواء وغاية الكتيبة، وبقى ما في، يعني نحن بنعمل بنود بيشيلوا، يعني بيشيلوا حقه، بيشيلوا عديل، يعني بيشيلوا بيمشي بيبني بيه وبيشتري بيه، ما تظلم تظلم الناس جنود، ما تظلم. يلا انت بتديه في الافراد كاتبهم في الورقه كلجنه، لكن القروش ما بتكون امانه في الخزنه. يلا امانه في الخزنه، انت بتجي بتلقى الخزنه فاضيه ما في قروش، القروش دي مكتوبه هنا بس، وهو بكره بعد يتنقل بعد ذاك. نحن بنجي بنقطع، ما في عسكري لو منقول او مرفوض بيخصموا له من اخوانه، بيقوموا بيخصموا للضابط رغم انفك من قروشك انت المسكين، القروش البسيطه دي بنصرف 700 جنيه في الزمن ذاك، بيخصموا منك قروش وتلبسوا وشاح وتودعوا وتشكروا وتقول انه مقدام وبطل وكان لا يشق له غبار ومتودع ولا حاجه، وهو اصلا ما عنده حاجه، انه كان اصلا بالجهاز بتاعنا بيشغل عربات استثمار وبكتب انه كان مودينا الورشه، ولما ننشر الورشه ما بيسددوا بتاع الورشه قروش التصليح، وكانوا بيعملوا السبع وذمتها، واي زول بيفرق له حاشيه يعني بكون عنده اكثر من اشخاص كثيرين جدا جدا شغالين لمصلحته، يعني بكون في 2 حارسين بيته في الخرطوم، واحد سايق العربيه اللي في البيت، في يعني النظام ده كان خايض الفساد حتى في الجيش. يعني الجيش ده يعني جزء كبير من الضباط، يعني الا اذا كان ضابط بقى شنو اصلا، يعني لئيم ما بيسمع كلام الناس دي، هو ده علاج وحيد،
يعني اذا كان انت كنت متدين قلت الحاجات دي حرام انا ما داري اكلها وما بتعوين انت ده كل مكان فيه خطوره يعينوك بالدارو لا من تمشي اللغم يقوم بك. اذا انت قلت يا اخي حق العساكر وين يعني نحن اسي الان انتوا عارفين الغياده دي بنوها بشنو؟ انتوا ما عارفين الغياده دي بنوها بقروشنا نحن صدقوا لنا من وزاره الطاقه والتعدين علاوه انه نحن قاعدين في البترول ومتضررين والدكتور قال بعد 40 سنه حنتسرطن وحنموت وقلنا لهم نحن حنشتكي ونجيب محامي ونحن انتوا طالما دكاتره وجيتوا عملتوا لنا محاضره هنا وعيتونا بالمحاضره دي نحن شربنا المويه دي 18 سنه و16 سنه وقعدنا في الكيميكال ده وبتاع وانه نحن ما نافعين في البترول ده. جابوا علاوه قالوا تكتبوا الناس دي في خلال 72 ساعة نصدق لهم علاوه باعتبارهم قاعدين في مكان خطوره مفروض ان يمشوا في الشفتي 28 يوم في الاجازه و28 يوم في الشغل زي عمال الشركات عشان لما تشرب لبن وتاكل بيض وبتاع الكيميكال ده بيطلع منك. نحن قاعدين انا مشيت جيت من نياله من 98 ما جيت من البترول الا بعد دفعت رشوه وتلجنتها ولا مشيت اهلي الاذن الاول الا مشيت بعد 5 سنة قلت له يا اخي انا مشيت ساكت بدون اذن لانه يا اخي اهلي ذا هناك عندي علو عندهم عليه حق يا اخي لو انا ربتني دار الرعايه في المايقوم المفروض امشي اشوف الحوش وقع ولا واقف. فيلا نحن قعدنا هناك السنين الطويله بنشرب في مويه الكيميكال وقاعدين في خطوره. خدمت كم يا راجل؟ انا خدمت 16 سنه و130 وفي ناس شغالين هسه خدمتهم 40 سنه فاتوا خلوها. بعرف ناس قالوا لو تدونا عقيد ما جايين في ناس فاتوا خلوا الخدمه دي ساكت بس في ناس ما اخذوا. احكي لنا على البلد دي قال انت شفت شنو الحافه شنو والله يا اخي انا شفت حاجات كثيره وخاصه تعاملنا مع اخواننا في جنوب السودان يعني انا الحاجات اللي ما ارضتني نحن بالليل بنكون واقفين السلاح والذخيره بندي لناس انا بنكون واقفين اللي قدامهم السلاح والذخيره نقدر احنا ما بنعرف يعني انا سكت بقدر اتكلم عن الدفاع الشعبي. الدفاع الشعبي انت بتلقى لافته مكتوبه هنا الكتيبه 321 الكتيبه 323 الكتيبه 325 يعني دي ارقام فرديه هم بيعتبروا نفسهم الناس الموحدين واسلاميين وبتاع ودي كتايبهم الحته دي مسؤول منها زول واحد زيك انت انا بعرفه لكن الناس المكان ده الفوق ديل انا ما بعرفهم. الناس الماسكين المحل ده محل من اللافته لللافته دي يعني مثلا نقول لافته من هنا ولافته زي القطين اللافته دي ديل المواطنين الساكنين ديل ناس الزراعه ديل الروح اللي انا ما بعرفهم بكونوا الناس ديل انا اشتغلت معاهم وكانوا جيراننا يعني مثلا عندهم الميزانيه الميزانيه دي عندهم الاستثمارات حقتهم في دائره نطاق مسؤوليتهم القروش اللي بتجي بيقولوا مثلا ما تكفيهم بيطلبوا قروش من المركز العام. الناس اللي قاعدين في المكاتب ديل الاربع نفر ديل منسق المنسق بتاعهم الكبير منسق الدعوه والاعلام ومنسقه مره كده مثلا ماسكه اتحاد المراه ولا المراه والايتام وكلام زي ده وبالاضافه لواحد كده بيكون طباخ ولا حاجه. الاربعه ديل بياكلوا الايرادات اللي بتجيبها الدكاكين والحاجات اللي هم اجرينها دي وبياكلوا التعيينات الجايه باسم الكتائب اللي هم كاتبينها وهم دي وبيطلبوا انه في عجز ثاني من المركز العام مثلا بيطلبوه يجوا. فانه لما انت تسال انه يا اخي الناس في الكتائب ديل وينه؟ بيكون ما في كتيبه، انت بتعرف الزول ده بس وهو بيقرا في الجامعه وبسافر وبيجي وزول نظيف بيرسلوه ولما نكون مثلا في اجتماعات بيكون عنده كرسي قاعد فيه وبيحترموه وانت ما بتعرف للزول ده ناس وينه. فالناس ديل كانوا بياكلوا ما لذ وطاب ونحن كان بنجوع الايام والاسابيع والشهور وعندنا انه كونه نتكلم في الاكل فضيحه. يعني احنا بنراعي انه يا اخي نحن تطلع وتقول يا اخي انا ما اكلته فانه الان العساكر ديل جيعانين من زمن الخواجات فاتوا لحد هسه انت شايفهم ضعيفين وسود كده ماشيين ديل ليه؟ العساكر ديل جيعانين هسه لو اكلوا بيبقوا زي جون سينا لكن جيعانين. فيلا نحن اذا الناس ديل عندهم مقدره على تغيير النظام ده يغيروا لنا يعني ما بنقول لكم من ملازم لكن من رايده فوق ده من رايده فوق ده ما بينفع. الناس ديل ما نافعين اصله والمعاشين نزلوهم زمن الجنوب وقع الاتفاقيه المعاشين ديل ما ادوهم حقهم لو ان الدول المانحه النرويج ولا غيرها جابت قروشنا دي ما جاتنا الدي دي ار استخبارات لحد يوم الليل انا من 2012 ما اخذت حاجه في رمضان ما اخذت حاجه كده يعني اي شيء فيني انا الان بقيت يعني انا احترم ست الشاي لكن انا كعسكري احس نفسي انا في الترتيب ورا ست الشاي لان ست الشاي لما تجيب تبيع الجبنه وبتاع بكون بتملك كيسه وبتمشي لكن انا الان اطفالي ماشيين حفيانين والدتي ما قادره اشتري لها سفنجه
يعني فقدت الامل حتى في نفسي. لا تفقد الامل، الله فيها حبيبنا. الثوره دي عشانكم. الله فيها حبيبنا. الثوره دي عشانكم. ليش يا عبد الله؟ حقك حيرجع لك بالكامل. يا ما صفقة تحية للزول ده. شوف زي ده كم ده واحد مأمور. ده واحد مأمور. أيوة والله. الناس تعرف. يقول لك الدفاع الشعبي يقول لك البيت. كله كلام فاضي. كلهم حرامية في حرامية. جهاز أمن داخل الجيش. حتى كانوا ماكلين منهم عشان يعني يفيدوا ناس الامن ذاتهم، الناس اللي أيوة. يخدموهم لانه عارفين انه الجيش ده في يوم من الايام مستحيل يقف معهم. ايوه عارفين انه الجيش ده هم ياكلوا احسن اكل ويحرسوهم بعد. بالضبط كده، ما خلاص الناس اختارت الفئه اللي ممكن تخدمها. ايوه تفهم كده. الله يمعاسي يا اخ معاسي. شايف الزول ده بحاول انت عارف الزول ده بيشرح في